كما شفتي تأهل جاء عن طريق العمل لمدة 4 سنوات، كان هذا هو الهدف ديالنا. الحمد لله اليوم حققناه. باقي كننتظرنا مقابلة صعيبة من منتخب أنغولا، تغلبنا عليه في دور المجموعات، هذه كتبقى مقابلة نهائية، يعني خصنا نستعدوا ليها، خصنا نستعدوا ليها في أتم الجاهزية ديالنا. إن شاء الله نكونوا في المستوى ونفرحوا الجمهور المغربي. صراحه انا ما شفتش لا بليسير ديال يوسف، كنتمنى له الشفاء العاجل. كيف ما شفتي بقينا مركزين في المقابله، خلينا بعض التعليمات ديال سي هشام دي ما بيننا ميتو ولا ميتو، خصنا نكونوا دي بروفيسيونيل، خصنا نكملوا المقابله كما بديناها. الحمد لله هادشي اللي شفنا في ارضيه الملعب. حنا كنهضروا على كاس العالم قبل، خصنا نمشيو نشرفوا المغرب في كاس العالم، ولكن هذه كانت هضره قبل الوقت ديالها. كان خصنا ضروري نتاهلوا كاس العالم، ما كايناش الثقه في الكره كما تعرف الجميع. الحمد لله اننا استطعنا نحققوا الفوز ضد المنتخب الليبي الشقيق اللي تعرفنا مزيان، وكنا متخوفين صراحه، حيت كان لعب معنا مباراتين وديتين شهر قبل المنافسه، وكان كنا تعادلنا معاه 2-2. صحنا الاخطاء ديال المقابلات وصحنا ومشينا بمنسق تصاعدي، كنا استقبلنا اهداف في المقابلتين الاولى. الحمد لله دخلنا مركزين في الدفاع اكثر من اللي هو في الهجوم، كما تعرف الجميع هذه مقابله اقصائيه. الحمد لله استطعنا الفوز. الصراحه كانت زعما الجمهور عاوننا بزاف، رغم الفوز يعني الدراري طالع لهم الدم بان يوسف جواد اللي كنا فرحانين بانه رجع اتصاب من جديد في نفس الرجل، يعني كنتمناو له ان شاء الله الشفاء العاجل ويرجع لنا ان شاء الله في كاس العالم باذن الله. مقابله كيما كتشوف المقابله النهائيه، الكل كيعرف النهائيات ما كنعرفوش شنو كيوقع فيها، غادي نحاولوا نتفوقوا فيها، ما غاديش نقول لك باننا غادي نلعبوا اللاعب ديالنا. الحمد لله كيف ما بدينا في اول مباراه عندنا في هذا كاس افريقيا غادي نكملوا ان شاء الله نفس اللعب ديال اللعب. كنبغي نشكر الدراري على القتاليه ديالهم. المباراه الثانيه ما تستقبلنا حتى شي اهداف، اذا التعليمات ديال الكوتش كنعرفوا بانها كتساعدنا بزاف. غادي نحاولوا نصححوا الاخطاء ديال المباراه الاولى اللي لعبنا معاهم، والمنتخب ماشي سهل المنتخب ديال انغولا، وان شاء الله نتمنوا التوفيق ونفرحوا جميع الجماهير المغربيه ان شاء الله. وتأهل كأس العالم هو هذا هو الأوبجيكتيف، أول حاجة كانت عندنا هو التأهل كأس العالم. الحمد لله توفرنا دابا واحد البطاقة في كأس العالم اللي غادي نمشيو إن شاء الله باش نشاركوا واحد المشاركة تكون مشرفة إن شاء الله يا ربي. لما لا نزيدوا الأدوار، نزيد أدوار نهائية حتى هو فيه إن شاء الله. كما عرف المنتخب المغربي الآن كل شيء كيعرف بأنه هو كل شيء كيقلب على كأس العالم، بغينا نفرحوا الجماهير إن شاء الله يا ربي، ونتمنى لهم الحضور ديالهم في النهائي باش نهزوا معاهم اللقب إن شاء الله يا ربي ونفرحوا جميع الجماهير المغربية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.